أهلا بكم. في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت ولا زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية. ويتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يوما تلو الآخر، ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل. موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردا على ادعاءات أو مزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني وبخاصة الأشقاء في قطاع غزة الذي يعيش عدوانا إسرائيليا غاشما وحصارا مطبقا من كل الاتجاهات. ومع ذلك لم تغلق مصر بابها أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما جددت مصر التأكيد على أن معبر رفح لا زال مفتوحا ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة. دعت مصر من يروج أو يدعي غلق المعبر إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. الدعم المصري للأشقاء في غزة ظهر جليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتم بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في غزة، وحشد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده وتمكن من تجهيز أول قافلة مساعدات خلال 36 ساعة فقط منذ بدء العدوان. ضمت القافلة الأولى للتحالف الوطني 95 شاحنة من المساعدات وثلاثة سيارات إسعاف كانت تضم 500 متطوع، ثم تم بعدها إطلاق القافلة الثانية لتكون جسرا إغاثيا مستمرا يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي. ليس ذلك فحسب، بل خصصت مصر مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة الذي ظل طويلا مغلقا نظرا لقيام قوات الاحتلال بقصف محيط المعبر من الجانب الفلسطيني وتعنت إسرائيل في الموافقة على فتح معبر رفح وتوفير ممرات آمنة لدخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر. كثفت مصر جهودها الدبلوماسية دوليا من أجل تسهيل عبور المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل تلقي العلاج وكذلك السماح بعبور عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة، مع حرص متواصل من قبل القيادة السياسية على استمرار عمل المعبر في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة.